فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تصح الاستخارة على أكثر من شيء في صلاة واحدة؟ ما عرفت هذا، يعني على أكثر من شيء؟ وش أكثر من شيء؟ إذا أشكل عليك شيء هل تمضي فيها؟ من الأمور المهمة، ما هو بأمر عادي، من الأمور المهمة مثل زواج، مثل سفر، مثل دخول في شركة مع أحد، فإنك تصلي صلاة الاستخارة وتدعو بعدها. نعم.